طيب زي ما اتفقنا من الاول، لو جينا نبص لنهضة بركان او نقيم نهضة بركان وهو بطل الكونفدرالية، كل الاحترام والتقدير ليه، لكن لو جينا نبص لارقامه ونقيم اداؤه الموسم ده هنلاقي انه فريق متواضع جدا. ترتيبه في جدول الدوري المغربي وصل تقريبا للسابع، او يمكن حتى الزملاء بيبلغوني انه الابديت وصل انه بقى ترتيبه التاسع. قدراته التهديفية في البطولة متواضعة جدا، الفريق احرز 18 هدف واستقبلت شباكه 20 هدف، وده يقول لك انه نهضة بركان اللي هتقابله او اللي هتلعب معاه في سوبر افريقيا، طبعا لكل بطولة ظروفها ده مفهوم، ولما بيبقى في عند فريق موسم سيء ويبقى قدامه فرصة في مباراة كبيرة جدا هيظهر فيها قدام النادي الاهلي، نادي القرن، نادي محقق بطولات، بطولة دوري الابطال الاول ومحقق برونزية عالم، بيبقى طموح ده في حد ذاته بيتهيألي بيخلق دافع كبير جدا عند الفريق انه يقدم مباراة العمر، خصوصا يمكن زي ما كان زميل العزيز الصحفي المغربي حمزة الشيوي كان بيتكلم انه معظم اللاعبين، ودي واحدة من المشاكل اللي ادت لتراجع مستوى نهضة بركان، انه واحدة من المشاكل المهمة جدا هي ارتفاع معدل اعمار اللعيبة، وبالتالي اللعيبة دي تقريبا يعني اغلبهم ممكن يكون ده ليه اخر سيزون، مش بس مع نهضة بركان، اخر سيزون في الملاعب، يعني نتكلم على فريق متوسط اعماره 34 سنة، يعني متوسط اعمار كبير جدا، وبالتالي ممكن دي تكون اخر لقطة مضيئة في مشواره، اخر بطولة ممكن يحققها يختم بيها حياته داخل ملاعب كرة القدم، وبالتالي ده في حد ذاته ممكن يكون دافع كبير جدا للعيبة انها تطلع افضل ما عندها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده معدل اعمار لاعبي نهضة بركان، يعني بنتكلم في زهير العروبي 36 سنة، دايو 29، حمزة الإرائي 23 سنة، طبعا إسماعيل مقدم 25، عمر نمساوي واحد من اللعيبة اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة، لعيب خطير جدا ومؤثر جدا بالذات في الكرات الثابتة، عنده 30 سنة، بس أعتقد أنه نمساوي 33 مش 30 سنة، عزيز 36 سنة، فرحان 25، وبكر الهلالي 33 سنة، ياجور تقريبا دخل في 36 أو 37 سنة، بقيه اللعيبه تقريبا اغلبهم ثلاثينات، عندنا محسن ياجور 35، امين الكاس 32، يعني بنتكلم في متوسط اعمار تقريبا متخطي حاجز ال 30 سنه، وده بالتاكيد بيأثر بشكل ما على اداء اللاعبين وعلى الناحيه البدنيه عندهم، لكن دي كلها مؤشرات او معطيات ملهاش علاقه بالقدره على حسم البطوله من عدمه، يعني في النهايه زي ما قلت لحضراتكم ال 11 اللي حالتهم افضل، ال 11 اللي مستوى تركيزهم اعلى، 11 اللي هياخدوا 90 دقيقة بمنتهى الجدية هم الأقدر على حسم البطولة. انسى لون التيشيرت، انسى اسم النادي، انسى أسماء اللاعبين، انسى التاريخ وانسى الجغرافيا. هركز مع حضراتكم على خمس لاعبين مؤثرين ومهمين جدا في فرقة نهضة بركان، بيتقدمهم الحقيقة محسن ياجور، لأن خلينا نبتدي بحمدي العشير. حمدي العشير لعب عدد المباريات اللي شارك فيها 14 مباراة في السيزون، لعب أساسي منهم 10 ماتشات، معدل الأهداف المتوقع تقريبا هدف واحد، والأهداف اللي اتحققت هدف واحد برضو، صناعة الفرص عنده قدرة على صناعة الأسيست بشكل كبير، 8 فرص قدر يصنعهم، قدرته على المراوغة 32 محاولة منهم 20 مراوغة صحيحة، قدرته على التمرير ضعيفة نوعا ما، تمريرات عددها 273 منها 179 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 66%، الالتحامات الهوائية ضعيف جدا فيها، قدر يعمل 74 التحام، فاز تقريبا ب 25 منهم، يعني بنتكلم في نسبة 30%. زكريا حدرف الحقيقة لعب من 11 مباراة شارك في 7، لعب 11 مباراة شارك في 7 فيهم أساسي، قدر يصنع 9 فرص، التمريرات الصحيحة بالنسبة له 172 تمريرة منهم 119 تمريرة صحيحة بدقة تمرير 69%، وده برضو معدل يمكن يكون أقل من متوسط بحاجة بسيطة، لكن عدد العرضيات اللي لعبها في عدد الماتشات اللي اتكلمنا مع حضراتكم فيه 27 عرضية يقول إنه النهضة بيلعب بشكل كبير جدا أو بيعتمد بشكل كبير جدا على الكرات الثابتة أولا والعرضيات ثانيا، كرات ثابته بشكل عام يعني والعرضيات بشكل خاص. اسماعيل مقدم الحقيقه لعب اغلب الماتشات اللي لعبها السنه دي في مع نهضه بركان، من 14 مباراه لعبهم شارك في 13 فيهم 13 مباراه بشكل اساسي، تمريراته يمكن يكون اكثر واعلى لاعبي نهضه بركان من حيث التمريرات، 637 تمريره ب 509 تمريره صحيحه، ويمكن يكون اعلى معدل بين اللاعبين الفريق من ناحيه دقه التمريرات 80%.
التمريرات الطوليه بتاعته 61 تمريره تمريره طويله في 14 مباراه، يعني بتتكلم تقريبا في حدود اربع تمريرات او خمس تمريرات في كل مباراه تمريره طويله. قدرته على الالتحامات الهوائيه كويسه جدا، عنده 89 التحام هوائي منهم 53 التحام سليم، قطع التمريرات 104 تمريره واستخلاص الكره 129. مدافع من ارقامه نقدر نقول عليه انه مدافع جيد جدا، مدافع محترم. عمر نمساوي، ويمكن عمر مش بس لاعب مميز لكنه كمان قائد مميز لفريق نهضة بركان. لعب من 14 مباراة 11 منهم كان فيهم أساسي، صنع هدف واحد أو أحرز هدف واحد وصنع أربع أهداف. التمريرات بتاعت عمر نمساوي 646 تمريرة، منهم 492 تمريرة صحيحة بنسبة دقة تمرير 76%. أما بالنسبة للتمريرات الطولية ف 26 تمريرة، والعرضيات معدلها لعب 24 تمريرة عرضية بمعدل 1.8، يظل واحد من أهم لاعبي نهضة بركان بصرف النظر عن أرقامه، ويظل الحقيقة واحد من أهم قادة الفريق. عمر نمساوي الحقيقة من اللعيبة اللي ليها شخصية وتقدر تحرك الفريق وتقدر تلم فرقتها في الوقت اللي ممكن يكون فيه الفريق محتاج يقف على رجل. زيد كاروش، وهو الحقيقه يمكن اقل اللاعبين مشاركه في المباريات بتاعت نهضه بركان الموسم الحالي، لعب 8 ماتشات، 5 منهم بدا المباراه او المباريات بشكل اساسي، سجل هدف وحيد وصنع 5 فرص. التمريرات معدل يمكن مقارنه حتى بعدد الماتشات يعتبر قليل نسبيا، 160 تمريره منهم 124 تمريره صحيحه بنسبه دقه 78%. التصويبات على المرمى 7 منهم 4 تصويبات بين الثلاث خشبات، والتمريرات البينيه 6 منهم 3 تمريرات صحيحه. دي ارقام الحقيقه يمكن نقول يمكن اهم او ابرز اللاعبين باستثناء محسن يجول، لانه محسن الحقيقه هياخد مننا وقت، يمكن الفتره الاخيره ما كانش بيبتدي دايما عشان معدل السن يمكن والناحيه البدنيه ما كانش بيبتدي اساسي، لكن يظل واحد من اهم مصادر الخطوره في فرقه نهضه بركان. هنتكلم بالتفصيل عن ارقام الفريق، عن خطط اللي لعب بيها، عن الجمل اللي بيركزوا عليها، هنحاول نركز ونعرض لحضراتكم اهم مواطن القوه مواطن الضعف. هنتكلم على الاداره الفنيه، المدير الفني خوان بيدرو بن علي وتولي المسؤوليه وايه اهم البصمات، طموحه ازاي ممكن يكون بيفكر يلعب قدام النادي الاهلي، كل ده في السادسه لكن بعد الفاصل.